بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً سيدنا أهم من السؤال يعني من حسن الطالع أن حضوركم صادف يوم الغدير، يوم مبايعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. حقيقة بصراحة يعني أهم من السؤال هو أن نعبر عن مشاعرنا واعتزازنا وحبنا وفخرنا في علمائنا، علماء النجف وعلماء أهل البيت بشكل عام الممثلين في حضوركم. يعني إحنا حقيقة أسعد، هذا من أسعد الأيام بالنسبة لنا أن نتشرف وفي عيد الغدير بحضور سماحة السيد مفتاح الصدر في هذا المكان المبارك. هذا أولا. وقبل أي سؤال،